قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أهلا بكم مجددا أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، في احتفالية ليلة عيد الغدير الأغر، وأيضا عبر الأثير كل التحايا لمشاهدي قناة الكوثر في جميع أقطار العالم. معنا الآن السيد حسين حسنين الحلو، القارئ الدولي وأيضا المشرف على مشروع أمير القراء الوطني، وهو أيضا قارئ ومؤذن العتبتين. أهلا بك أستاذ، وكل عام أنتم بخير. حياكم الله، كل عام أنتم بخير إن شاء الله، وتحية طيبة لكل جمهورنا الكريم عبر هذه الفضائية المباركة، وأيضا زواري مرقدي سيدي ومولاي الإمام علي بن موسى الرضا، وكل عام وأنتم بخير، وتحية طيبة لكل جمهورنا الكريم في عراقنا الحبيب وكل بلداننا الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم. لا شك أنك أعددت لنا اليوم فقرات دسمة، وهؤلاء الشباب الطيبين الآن معنا، ماذا أعددت لنا؟ وقبل ذلك عرف لنا لو سمحتم بهذا المشروع الطيب، مشروع أمير القراء الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين. نبارك لكم هذه الليالي المباركة، ونحن نعيش بين عيد الأضحى وعيد الغدير الأغار، وتحديدا ليلة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغار. فرصة طيبة أن نكون بخدمتكم، وأن أكون بين علمين وإعلاميين من زملائي بل إخوتي الكرام في قناة الكوثر الفضائية، وأن نكون بخدمتكم بهذا الجوار الطيب، ونحمل لكم تحيات بلدكم العزيز العراق، وتحديدا خدامي أبي الفضل العباس عليه السلام، وعلى رأسهم السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه. بالحقيقة مشروع أمير القراء مفردة من مفردات مركز إعداد القراء والحفاظ التابع لمعهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة. أمنية كبيرة كانت لدينا منذ انطلاقنا بتلاوة القرآن الكريم في بداية 2000، وكنا نطمح كثيرا أن تكون لدينا براعم كما هي في بعض الدول الإسلامية من الحفاظ والقراء. وبالحقيقة معهد القرآن الكريم كانت هناك أرضية خصبة لأن نكون بخدمتهم، وأن نلتحق بركب خدمة أبي الفضل العباس عليه السلام في ذلك الجوار الطيب. فاقترحنا مجموعة مقترحات، ومن تلك المقترحات هي هذه الأمنية، أمنية مشروع أمير القراء الذي انطلق في العام الماضي. وبالحقيقة نحن نعيش تحديدا انطلاقته، منذ انطلاقته ولحد اللحظة عام وشهر واحد. أحسنتم أستاذ سيد حسنين، وننتظر الآن، وأيضا ينتظر الجمهور الكريم والإخوة المؤمنين أيضا والمؤمنات، ينتظرون جميعا ما سوف يؤدي هؤلاء الشباب الطيب. هو بالحقيقة مشروع أمير القراء في العام الماضي كانت هناك مجموعة مدارس تغيرت في هذا العام، تغيرت بعض المدارس. من تلك المدارس التي كانت في العام الماضي مدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل، ومدرسة الشيخ محمد صديق المنشاوي، ومدرسة الشيخ الشحات محمد أنور، وهكذا بقية المدارس. لكن في هذا العام هناك مقترحات لإقامة مشروع مستقل، وفعلا كنا كاتبين مشروع مستقل للطريقة العراقية القديمة التي كما يقال أو يقول البعض، بعض الأساتذة، أنها هي الطريقة الرسمية كانت في كل الدول. وذهبت بسؤال المسابقة. نعم، ودخلنا لا راح نغير السؤال من الطريقة إلى المقام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. فبالحقيقة عندنا مدرستين من 4 مدارس اللي هي جاءت للمشاركة بمجموعة محافل أعدت لهم من قبل مؤسسة صراط والهيئة التنفيذية لمشروع التلاوة الوطني التابع لوزارة الإرشاد الإيرانية. شكرا جزيلا لهم على إقامة هذه المحافل المشتركة بين العتبة العباسية المقدسة وهذه المؤسسة الكريمة في مجموعة محافظات. لكن هذه مدرستين بالحقيقة، مدرسة الحافظ خليل إسماعيل العراقية العريقة الأصيلة، وأيضا مدرسة الشيخ الشحات محمد أنور. طبعا بعضهم أغلبهم يقرأ بشكل منفرد وأيضا جماعي، ولأول مرة بتاريخ الإعلام العالمي راح تكون تلاوة جماعية بطريقة الحافظ خليل إسماعيل. نعم. وهذه هدية مقدمة لكم من خلال أخوتنا الأعزاء في هذا البرنامج. طيب شكرا لكم. هو السؤال المطروح في هذه
هذه اللحظات مشاهدينا الأفاضل وأنتم حضورنا الكرام، سنطرح سؤال إن شاء الله بحضور الأستاذ حسنين، السيد حسنين الحلو القارئ الدولي، وهو القراء سيقدمون لنا برنامج وقراءة قرآن. نحن نطلب منكم الأخوة الأفاضل في هذا المكان، من يقول لنا بأي طور أو بأي طريقة يقرؤون هؤلاء؟ أو أي مقام، أو أي مقام بالتحديد. نعم، يجيب اسم القارئ وكذلك اسم المقام ورقة الذي يقرؤون فيه في هذه اللحظات هؤلاء. ستكون إن شاء الله هدايا لكم ومهيئة من قبل الإخوان، ونقدمها في هذه الليلة المباركة طبعا بحضور الأستاذ حسنين الحلو، هو الذي يحكم لنا هذه المسابقة إن شاء الله. طبعا نبدأ بهذه المجموعة، تفضلوا أخواني. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم شباب، صلوا على محمد وآل محمد. سيدنا سيد حسنين، لقد قدم الشباب ترتيلا جميلا في الحقيقة، وطريقة مبدعة في ترتيل الآيات الكريمة. ما هي أسرار هذه الطرق وكيف يقبل عليها الشباب؟ بالحقيقة قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، وأنت أستاذنا الكريم وطيب، تحية طيبة ومباركة، وكذلك نرجو الدعاء منكم لهذه الثلة الطيبة الذين دربوا هذه الوجوه المباركة من طلابنا الأعزاء، المدير التنفيذي لمشروع أمير القراء الأستاذ علي البياتي من العراق أيضا، ومدربهم الخاص الأستاذ بلاسم، الله يحفظه، بلاسم جليل هو المدرب الخاص لهذه الفرقة جميعا التي جاءوا لهذه المجموعة باشتياق شديد. من خلال إطلاقنا للمشروع تقدم أكثر من 400 قارئ، قبلنا ما يقابل أو ما يقارب 60 قارئ. لهذه الطريقة قبلنا 10 أشخاص فقط، وحرم البعض بسبب الدرجة التي لم يحصل عليها، لكن هناك رغبة شديدة من بعد انطلاق المشروع بهذه الطريقة، وخصوصا من بعد ما شاهدوهم بالمحافل التي أقيمت في العتبات المقدسة. أكيد هذه الطريقة كانت مندثرة، لكن من خلال هذه القناة المباركة، من خلال هاي البرامج اللي جاي تقدموها حضراتكم الكريمة، وأيضا تحية لأستاذنا الكريم السيد عباس أنجام المدير العام لقناة الكوثر الذي فتح المجال لنا للاستعراض بهذه الطاقات المباركة للعالم الإسلامي، اهتمت بنشر هذه الثقافة المباركة. أكيد من خلال الاستماع والدقة لهذه الثلة الطيبة من قرائنا، أكيد راح يكون الاستقبال لهذه الطرق وهذه المقامات بشكل أكبر مما كان عليه سابقا. نعم أحسنتم سيدنا، تفضل أستاذ مصطفى. أنا أستمحكم عذرا وأطلب من الأستاذ حسنين الحلو أن يذكركم مرة أخرى بالسؤال الذي سوف نطرحه عليكم بعد أن نستمع إلى برنامج آخر من هؤلاء القراء. ما هو السؤال لمشاهدينا أو الحضور هنا؟ السؤال لهذه الفرقة التي بدأت، ما هو اسم القارئ الذي قرأ الأخوة بطريقته؟ قارئ عراقي قديم قرأ الأخوة، وذكر اسمه الاسم الكامل أنا ذكرته. ما هي الطريقة، ما هي الطريقة، ما هو اسم القارئ الذي قرأ به الأخوة في المجموعة الأولى؟ هذا السؤال الأول لكم، ما أعرف شو كده راح تأخذ الإجابة. هل من إجابة الآن؟ هل من أحد إجابة؟ الإخوان يستطيع الإجابة؟ يعرف يرفع إيده لو سمحتم. طبعا نكرر، ولأول مرة في العالم وفي الإعلام العالمي، ولأول مرة بهذه الطريقة العراقية تقرأ بشكل جماعي أمام العالم الإسلامي من خلال البث المباشر، ولأول مرة من خلال مشروع من القراء التابع للعتبة العباسية المقدسة. شكرا لكم. الجواب لكم نرى الإخوان من الذي يرفع يده. نعم. للإجابة هذه الأيادي، الاسم الكامل احنا قلنا، بعد هل من إجابة أخرى؟ بعد الأخ الكريم حجينا تفضلوا بالإجابة. أحسنتم. طيب. شكرا. طيب الحجي طبعا جاوب بشكل صحيح، لكن بشكل صحيح، طيب نص صحيح، نطلب منه أن يأتي هنا على المنصة. تفضل تفضل هنا. القارئ الحافظ، نعم، خليل إسماعيل، حافظ لكل القرآن الكريم، قارئ رائع، ملك من قرائي من ملوك التلاوة العراقية. حيوا الحاج بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك جوائز كثيرة نرجو من الأخوان المشاركة في هذه المسابقة والانتباه والتركيز على ما يتم تقديمه من الأخوان القرآنيين. نشكر جزيل الشكر الإجابة. لو تعرف اسمك أخي الكريم، من أي مكان تكون زائر الإمام الرضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم محمد جود من محافظة بابل العراق، معاون رئيس مهندسين بوزارة العلوم والتكنولوجيا. طيب كم فترة صار لك الآن في مدينة مشهد المقدسة؟ من يوم الخميس جينا إلى قوم زيارتنا المعصومة سلام الله عليها، ويوم السبت الماضي، يعني الآن صار يوم العاشر. يوم العاشر، نعم. ما شاء الله عليكم. الله. طيب ويا الأهل جايين للزيارة؟ أنا وأهلي وولدي. الحمد لله. كيف كانت الأجواء في الزيارة في مدينة مشهد المقدسة وخاصة في ليلة العيد؟ أسأل الله أن يوفق القائمين على هذا المشروع المبارك.
وكل الخدام. وبهذه المناسبة نقدم لك هذه الهدية. تفضل. أحسنتم. الله يحفظكم. شكرا شكرا شكرا. صلوا على محمد وآل محمد. طيب، وندعوكم مشاهدينا الأفاضل والحضور الكرام إلى الفقرة الثانية من تقديم هؤلاء الأشبال القرآنيين، وطبعا سؤالنا أيضا يتكرر بعد هذه الفقرة وهذه المحطة. ركزوا على ما يقدمه هؤلاء القرآنيين الأطفال، والسؤال هو السؤال: ما هو اسم القارئ اللي راح يقرأ به الأخوة في المجموعة الثانية؟ لكن أؤكد على معلومة أن هذا الأداء اللي راح تسمعوه أو اللي سمعتوه هو جزء من نتاج شهر واحد، ما شاء يعني الله. بالإمكان كل الأحبة اللي جاي يتابعونا، إخواننا، طلابنا، أولادنا الأعزاء، أن يصلوا إلى ما وصل إليه، بل وأفضل إن شاء الله تعالى، مع الإصرار ومع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فراح نسمع المجموعة الثانية ونشوف الإجابة من خلال جمهورنا الكريم الحاضر في هذا المكان الطاهر. طيب، ما أن يستعدوا، فنرجو من إخواننا الحاضرين هنا أن يصلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا Hey.
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. نشكر هؤلاء الشباب المبدعين على ما قدموه من ترتيل رائع لبعض آيات القرآن الكريم. سيد حسنين، في الحقيقة نحن نسمع شيئا جديدا. نعم، وطبعا نحن نشجع كل الشباب أن يحذوا حذو هؤلاء الشباب الطيبين، لقد بذلوا جهدا من أجل أن يقدموا هذا العمل المبدع، ويمكن لأي أحد يحب ذلك أن يحصل على نفس النتيجة، أليس كذلك سيدنا؟ والله هذه كلمات طيبة حقيقة مشجعة لنا ولكادرنا في مشروع أمير القراء ولأستاذهم الكريم الأستاذ صلاح حبيب من الموصل، هو مدربهم من خدام أهل البيت أيضا في حرم أبي الفضل العباس عليه السلام. وكلامكم خير دليل على تشجيعكم على لهذه الطاقات، كما كان أستاذنا الكريم الإعلامي زميلنا الغالي أخونا العزيز الأستاذ أحمد نجف أيضا كان مشجعا كما أنتم. فحقيقة هذا كلامكم مشجع لعله أكثر مما هو الواقع في هذا الإبداع، وهو أقل الواجب. نحن دائما مع الشباب، نحن من حزب الشباب. أحسنتم، جزاكم الله خير وأدام الله شبابكم ما شاء الله. طيب، بما أننا استمعنا حقيقة إلى ما قدم هؤلاء الأطفال البرامج أو ما قدموا لنا في محطة في هذه اللحظات نتاج خلال شهر واحد، يعني كما أشار الأستاذ السيد حسنين حلو، خلال شهر واحد هم وصلوا إلى هذه المرحلة. بودي أسألكم أستاذ حسنين، هل تستمرون في برامجكم؟ يعني الآن نحن مقبلين على انتهاء فصل الصيف، بداية المدارس الآن، يعني هذا الفصل، هل أنتم تكملون هذه البرامج في أيام المدارس أيضا؟ أحسنتم كثيرا، سؤال مهم جدا طبعا لإخواننا الأعزاء اللي حابيني يحذون حذو هذه الثلة الطيبة كما أشار أستاذنا وزميلنا الإعلامي القدير. قبل ذلك طبعا هناك مقدمات للتلاوة لعله أكثر مؤسساتنا هي عاملة بها، فهذه الثلة والوجوه الطيبة من المشروع وبقية الأعزاء اللي بهذا المشروع، هناك مقدمات قدمها مؤسساتنا الكريمة في جميع محافظات العراق، لكن ما وصل إليه من الاحتراف على الصعود للمنصة الاحترافية في التلاوة هذا كان هو نتاج شهر واحد. في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى ستكون هناك تمارين مختلفة، الآن هم في وضع المحاكاة، وضع التقليد، تقليد المدارس، وسؤال نحن مناسي إن شاء الله راح نسألكم سؤالنا أكيد. ما هي المدرسة التي قرأ عليها هذه المجموعة؟ فبالحقيقة بعد مرحلة المحاكاة هناك مرحلة الانتقال من التقليدي إلى مرحلة التأثر والاستماع إلى مجموعة تلاوات لمجموعة قراء آخرين، وبالتالي شيئا فشيئا سنخرج من التقليد، وستكون لكل واحد من هذه الوجوه الطيبة وقراءنا الأعزاء ستكون له بصمة تميزه عن غيره في أدائه إن شاء الله. طيب، هذه فرصة جيدة لكي نطرح السؤال ثانية ونستقبل من يجيب على هذا السؤال إن شاء الله. السؤال الأول، ما هو اسم، طبعا الاسم الكامل إذا واحد اعطاني اسم هالمرة خطأ لو بتقديم وتأخير ما مقبول، هو يعطينا هدية. نعم، خصوصا إذا سيد مضاعف أو مربع. نعم، شيخ عبد الباسط عبد الصمد تاج راسي، أحسنتم. خطأ وراء. أحسنتم، الشيخ محمود الشحات محمد أنور، خطأ كذلك. نعم، احنا نمازحكم بما أنه عيد اليوم وأنا سيد خادمكم فأقدم لكم هذه الهدية من المزح. شكرا، أحسنتم، أكيد كلهم قراء كبار. نعم، الشحات متولي أحمد، هاي مجموعة مدارس يا شيخنا تاج راسي، أحسنتم، محاولة جيدة. نعم، أحسنتم، وكانت الإجابة، أحسنتم، إجابة صحيحة. صحيحة هالمرة. الشيخ شحات محمد. صلوا على محمد وآل محمد. وأنت أيضا كذلك. تفضلوا. تفضلوا على المنصة. نعم. لاستلام الهدية. تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. إخواننا نحتاج صلوات محمدية حيدرية في هذه الليلة المباركة. صلتم موفقين إن شاء الله.
طيب ان شاء الله الله يبارك فيكم. فقط عرفوا نفسكم، من اين حضرتم الى مشهد المقدسه للزياره، واذا لديكم بطاقه تهنئه للمشاهدين؟ طيب. والله نهنئ العالم الاسلامي بعيد الغدير عيد الولايه، ونبارك ونبارك للجميع لجميع الحضور هذه الولاده الميمونه، واحنا ان شاء الله جايين من محافظه المثنى ما شاء الله من قضاء السماوات. اهلا وسهلا. اخي الكريم اسمك؟ فاضل الحاي. فاضل من وين فاضل؟ من الاهواز. ما شاء الله عليك، شكرا لهذا الحضور، اشكرك جزيل الشكر. صلوا على محمد وال محمد. اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتمونا، احسنتم. نشكر ضيوفنا الكرام قراء او الذين حضروا هنا في محفلنا هذا من مشروع أمير القراء الوطني من العراق الحبيب ومن العتبة العباسية المقدسة، ونشكر الأستاذ السيد حسنين الحلو لتقديم هذه المحطة لنا. ننتقل وإياكم مشاهدينا الأفاضل لفاصل إن شاء الله، نعود إليكم ومواصلة المشوار في هذا اللقاء.